بهالفيديو اختصرت جميع مابات بلاك اوبس زومبيز من وورد ات وور من ناخذ ديران توتن لبلاك اوبس 4 ديد اوف ذا نايت. اختصرت جميع المابات ب 30 ثانية او اقل، يعني جبت كل شيء مميز من كل ماب وحطيت مقطع له بطريقة كوميدية، فاتمنى انه يعجبكم ويلا خلينا نبدأ. طيب شباب، قبل ابدا الفيديو مثل المنتبهين اخر فتره قاعد انوع بالقناه احمل اشياء غير الزومبي، بس مثل ما قلت لكم مستحيل اني اسحب على الزومبي، فاتمنى تدعم الفيديو بزر اللايك لتشجعوني اسوي محتوى الزومبي اكثر. اتمنى هالفيديو يوصل 3500 لايك، هذا الرقم ما شفناه من زمان. من زمان قبل نزول بلاك اوبس 4 كان 3500 لايك شيء طبيعي بالقناه، بس من جديد للاسف اكثر شيء 2000 2500. فاتمنى كل واحد يضغط على زر اللايك خلي الفيديو يوصل 3500، هالشيء راح يساعد بشكل جدا كبير. ويلا بدل ما كنت اتكلم اكثر من هيك خلينا نبدا. Maybe someone should go turn on the power. He's a priest. He's dark. We need to find the right. أول باب يا رب شجر، يا رب شجر. أوكي أوكي ما في شجر. ثاني مرة أوكي كمان ما في شجر. ثالث مرة أكيد مو شجر. إيه المرة الرابعة كالعادة. هذا الماب رهيب. توني شاري السلاح، توني شاري السلاح، يرحم اهلك خلني، يا شيخ روح روح. لا لا الجقر الجقر بياخذوا جقر، خلني الحق عليه سريع، دفعت كل فلوسي عليه، يرحم اهلكم. لا اوكي والله لاذبحكم يا اولاد الكلب. ابلع ابلع خلاص خلاص، ما ابي الجقر ما ابي الجقر خلاص. اوه هلا جورج، وجابك هنا، خليني اغير المكان. اوه جورج اهلا، خليني اغير المكان. يا جورج خلاص يرحم اهلك، تعال تعال هدي، خلك هنا في المي، ما بي مشاكل معاك. يا جورج اقسم بالله قصدي ادمج الزومبي مو انت، سيبني في حالي خلاص خلاص. اوكي شباب اتفرقوا عشان ما انحشر، اتفرقوا، الماب صعب بس نحن نستطيع. حرك اوكي، بعمل لك ريفايف، بعمل لك ريفايف يا وحش. يلا يلا قوم 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 قوم، كفو عليك كفو عليك. يلا حركوا حركوا، طاح الاول اوكي، طاح الثاني بجيكم بجيكم، طاح الثالث، طحت انا، جيم اوفر. ممكن ما اعرف مين الحيوان اللي قرر يخلي الماب بذي الصعوبه. اوكي اخيرا رجعت من اريا 51 معي سبيد كولا، الراوند الجاي بروح وبجيب الجقر ان شاء الله. سربرايز ماذر فاكر، روح الله لا يوفقك، روح الله يسلط عليك. اوكي اخيرا اربع بركات سلاح الماب، الطريق الى راوند 100. سربرايز ماذر فاكر. اوكي لو سمحتوا اعطوني الجقر بدايه الجيم، خلي بدايه الجيم جميل ونوصل راوند عالي. اوكي ما راح يعطوني الجقر. اوكي عدل 10 راوندات ارجوكم، جقر ابي الجقر. اوكي ما راح يعطوني الجقر. اوكي اوكي راوند 267 ممكن تعطوني الجقر؟ اكيد لا. اي والله الجقر الجقر يا عيال. يا شباب اصبروا والله عيب تخلوني يا شباب. لا لا لا
ممكن تمشي؟ ممكن تمشي؟ رح ننحشر ابن الحلال. امشي امشي ارحم اهلك. اوكي بمشي بحذر خطوة خطوة عشان ما اطيح. هنا بعدين هنا سلايد لتحت. تمام خطوة بخطوة عدينا. اوكي ليش طحت؟ سويت كل شيء صح. اوكي بنزل شوي شوي. اوكي اخر خطوه باللغز سلاح مطور 4 بركات بروح اجيب القطعه الاخير. اوكي اوكي الله يلعن ذا الماب. اذا هذه مو احلى لحظه بتاريخ الزومبي ما ادري ايش الصراحه. خلط راوند 100 لسه. اخيرا ديتسو بونوشيما الماب المنتظر. يلا بروح بفتح الكهرباء ونبدا لعب الماب. 2000 years later. اخيرا فتحت الكهرباء. متاكدين هذا مو حل لغز الماب؟ تنظفوا يا شباب زحمه زحمه. طلعت الدنيا طلعت الدنيا. انا متت عندي افتر تيت. لا تموتوا. واحد عايش. اهرب اهرب اهرب. لا الله طلع هيجي بوش نشوفكم واحد شوف خلاص اي مكان في تليفون تلاقي جناح طالع. انا بس نايس خلط مود 200 لسه. No No you can help me. You're a doctor. Wait. You won't remember. لا 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 ضربه بموت ضربه بموت ضربه بموت. اوكي اوكي يا شيخ الله. اوكي شفت على النت ان التطوير في هالمنطقة تحت والله ما بزومبي فيه طابقين شيء جدا جدا رهيب. اوكي خلينا ندور هنا. لا اوه قصدهم تحت هنا ما بزومبي فيه ثلاث طوابق. واو اوكي اكيد التطوير هنا. خلينا نشوف مو هنا. اوه كمان تحت. وين قاعدين نلعب والتطوير حزره وين؟ كمان طابق لتحت. اخيرا اوكي شباب كذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى بنهاية في ماب خامس نسيت انه موجود. فاي شباب هالفيديو اليوم اتمنى يكون عجبكم هالفيديو. جدا تعبت عليه بس فرحان بالنتيجة. اتمنى تشاركونا بالكومنت شو اكتر لقطة عجبتكم او اذا كان في شيء لماب معين مميز غير اللي انا ذكرته. اتمنى تفيدونا بالكومنت. ومرة تانية اذا ما ضغطت زر اللايك اتمنى تدعم الفيديو بزر اللايك. هالشي راح يساعد بشكل جدا كبير وانشر الفيديو لاصحابك المهتمين بالزومبي. وبس كان معكم شركيات وشركة كيش في فيديوهات تانية ان شاء الله. مع السلامة.